إنا لله وإنا إليه راجعون. حد كان يقول إن فارس يتخطف مننا فجأة كده؟ لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. دنيا غدارة، مكسب على خسارة، وإنت خلاص تخسر دلوقتي يا خسارة. عجيب أنت، غريب. بس يا ابني أنت، بس عجيب أنت إيه؟ أنت مش شايف الصورة؟ ده صغير قوي حبيبي. بقاء لله يا فندم. بقاء لله يا فندم. شد 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 ومد. حاضر. البقاء لله. ده حضرتك شبهه قوي، حزين قوي. بقاء لله. كلنا رايحين. البقاء لله يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه انتوا توأم. ها توأم. اقلع. ايه؟ اقلع البلطو الابيض ده، هنا مفيش ابيض خالص. يا فندم الحزن ما وصلكش للمرحلة دي. انت مين؟ يا فندم انا هو. ايوه انا ده دكتور امجد. انا دكتور الاوتيل الجديد، متعين هنا بقالي حوالي 3 ساعات، بس حاسس ان في حاجة غريبة بتدور في المكان ده. قمر 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 يا يارا. ميرسي يا روحي، انتي ما كدبتيش. طب والله العظيم احلى عروسه في الغردقه كلها. غردقه بس؟ في مصر كلها يا مامي. ربنا ياخدك بعيده. فريده انتي قلتي حاجه ما سمعتكيش، بتطبلي معاهم او حاجه؟ لا يا روحي. اوكي. ممكن بقى تسيبيني اروح اشوف شغلي. حبيبتي انا شغلك النهارده. وده مين ان شاء الله اللي قال لك كده؟ فارس هو اللي قال لي ان فريده في ديلك من اول اليوم لاخره، فخليكي في ديلي. ما قالكيش بالمره اشتراني بكام؟ ممكن هتكلم في مشاعري يا اشرف، بليز سيبوني يا جماعه. بيرو give me your hands. هي بجد هسالك سؤال. اتفضلي. انتي اشرف بتكلم في انتي اكتر واحده عارفه فارس. ارحمي امي بقى. هو بجد دلوقتي خلاص مش بيتكلم مع اي واحده تانية صح؟ لا اطمني من الناحيه دي. مبقاش يبص لاي واحده. كنت متاكده ومتوقعه. هو يعني كان هيلاقي زي فين؟ ولا في شعري فين؟ مررت يا الله اكبر عليا. اشرف فوليوم. ده هي بقيت ممكن حاجه فوزي. حرام. بقولك ايه؟ نعم. خدي ديلي بقى. اهدى يا فارس، اهدى، مش كده الليله دوب ولازم نرضى بالمكتوب. الليله دي الليله دوب ومفيش قلوب تجرح قلوب الليله دي. ايوه 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 ايه 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 تا تا تا. سوري معلش يا فندم. تحت امرك. طبعا يا فندم، حضراتكم منورينا في الريزورت واكيد منورينا في الحفله، بس حضرتك لابس قميص ابيض وده ممنوع في حفله النهارده. انا اسف. ايه المشكله ان انا لابس قميص؟ هو بديته سودا. هو حضرتك ما ينفعش اساسا تتكلمي بالروج البينك اللي حضرتك حطاه، لان ده برضو ممنوع في حفله النهارده. وحضرتك يا فندم لو شفنا الانفيتيشن هنلاقي مكتوب دريس كود تحت عزاء فارس قنديل. سوري. يعني نرجع القاهره وبلا فرح؟ انا رايي ترجع للمدام في الموضوع. لا طبعا لا طبعا، ما خلصناش يا فندم. ايه يا ادهم، دول ضيوف فارس بيه. انا عندي عرض لحضرتك تحفه يا فندم. عندي قميص اسود وجرافات تسليم هتاكل من البدله حتتك، وعندي بادي اسود للمدام يبقى تحفه على حضرتك للمناسبه السعيده ديت. كل دوت ب 1300 بدل 1600. دي اشتغاله بقى يا حبيبي. محروس يلا بينا، معانا هدوم سودا في العربيه. يلا. طب اديني 500 جنيه واروح اجيبهم لحضرتك. على فكره بقى لازم العربيه تكون سودا هي كمان. سعيد انت بتعمل ايه؟ ان انا بسترزق كده ادهم
قلت بدل الموضوع مش جايب همه قلت اجيب شويه قمصان سودا عشان الظروف الصعبه اللي زي دي. اولا اسمي مستر ادهم، نمره 2 لو سمعت الاوفر ده اتقال لاي حد داخل هتزعل مني قوي يا سعيد، وثلاث ثواني ثلاث ثواني ما لقكش قدامي. اتفضل. حاضر. اتفضل يا سعيد. ان شاء الله هيتجوز. وانا كمان ليها. بتقولي ايه يا يارا؟ الطرحه بتاعتك اتقطعت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا لا لا، الطرحه دي اهم حاجه في الفرح، اهم من المعازيم والفرح نفسه. لا احنا لازم بقى ناجل الفرح 6 شهور عشان نجيب طرحه تانية. ايوه عشان تليق على الفستان. طب يا يارا بعدين 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 بقى. نبيل فارس حبيبي، والله جاي لك من العنايه المركزه حالا انا والاستاذ بودي. قالوا لي ساعه واحده بس، ساعه واحده لو اتاخرت على المسرحه. انا والاستاذ بودي. ايه اللي حصل لك يا ابني؟ سمعت كلامك يا اخويا، والاول مره في حياتي اقول لا لمراتي. ويا ريتني ما قلت. ايه ده، هي اللي عملت فيك كده؟ هي ده، هي وامها وابوها واصحابها اللي على الفيس. انا اتنفخت يا صاحبي. معلش معلش يا حبيبي، انا اسف. لا لا انا اسف استاذ بودي. لا 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 ما تقولش كده، احنا اخوات يا جدع، عيب عليك. اهو ما شاء الله ربنا كرمك وهتلبس وهتتجوز وربنا ان شاء الله ينتقم منك كده. طب روح قول لها لا بقى تاني. لا سعيد، ولا سعيد عايز ايه؟ عملت ايه؟ في ايه؟ قال لك عليه هو ايه؟ ويلي قصدك المأذون؟ ايوه عملت ايه؟ مش قصدك تطفشوا طفشتوا؟ يعني انا مستني واحد زيك عدوي يقول لي الكلمتين دول. سعيد عدوي ايه؟ طبعا طفشته اول ما دخل عليا. قلت له يا مولانا تولالة. مولانا تولالة؟ يعني ايه مولانا تولالة؟ كنت عايز اقلقه. ايه؟ بكلمه بالسيم زي ما انت بتكلمني. رحت اديته كمان بقى، قال لي هو مش ده فرح فارس قنديل؟ قلت له الله يرحمه يا مولانا ويحسن اليه. وتأثرت قوي بقى. ها ايوه ايوه. قلت له ده في العينيه المركزه دلوقتي بين الحياه والموت، الحق روح زوره بقى. هو في العينيه المركزه دلوقتي؟ بس فارس في العينيه المركزه؟ يا غبي. ايه ده انا بقوله هو كده، مستر فارس جوه. ايوه صح، ما لسه بقى. انت بتشتغله؟ ايوه بشتغله. انت استغلتني انا. ايه رايك؟ إيه؟ اقنعتك؟ ايوه يا ابن اللذيذ. ما انا اقنعته هو كمان. جدع جدع. الحمد لله. بقول لك ايه، روح لمستر فارس بقى طمنه، قول له انت وراك رجاله. ماشي. استنى. ايه؟ تاكل الزلط. ماشي. استنى. ايه؟ تاكل مش عارف. مفيش حاجه في بالك ما توقفنيش. ماشي ماشي. فرحان فرحان. ماشي مستر فارس، عايزك تطمن خالص، وراك رجاله تاكل الزلط، رجاله تاكل مش لاقي لها حاجه. نشے سے چڑھ گئے اے کڑی، نشے سے چڑھ گئے پتنگ سے لڑ گئے، اے کڑی پتنگ سے لڑ گئے، نشے سے چڑھ گئے اے کڑی، نشے سے چڑھ گئے پتنگ سے لڑ گئے. جدہ کو تو غیر کو مجھے شکر ہوں نہیں. النفس الطويل مش حلو عشانك. جدي عامل لي عزا يبقى جوازك. انت بتتحداني يا ابن قنديل. انت مش حامل النفس الطويل عندي بيه. معلش بص بقى جدي، انت غصبت عليا في الجوازه دي، سيبني بقى احتفل بطريقتي. ينفع كده يا جدو؟ بقى حفيدك الوحيد تعمل فيه كده؟ للدرجه دي بتكرهه؟ لا لا لا، لحظه واحده، الجثه دي اللي جابها هنا. ايه ده؟ مين الخفيف ده يا جدو؟ غلاب عبد الوهاب، محامي عندي كبير. اهلا وسهلا. يلا معانا غلاب. لا لا لا، انت مش حمل كحه. يسلم عليك وحش. معلش معلش. مفيش اهلا وسهلا ورد على دي السؤال. مين الجوزه دي؟ مين الجوزه دي؟ ده نبيل صاحبي وده بودي محاليل. ده مين ده؟ بودي محاليل. بودي بودي محاليل. حلو حلو، ثقة محاليل. وبيعمل ايه الجثه دي؟ انت انا عامل فيك كده؟ انا انت داس عليه قطره ليه؟ يا ريت داس عليا مراتي، ما رضتش اقلب لها السلطه فقلبتني شيف. قلبتك شيف؟ يا نهار يا جدي، ده متجوز بقاله اسبوع، بص حصل له ايه؟ نحن السابقون وحفيدك ان شاء الله بيلاحقون. انت تقول لي ماشي دلوقتي الا هم اكمل على اللي عملته فيك مراته. الله الله الله. بس سيب لي سيب لي فيديو تعليقي. محاليل يا دبي محاليل. يلا يا بودي يا نبيل، خليك خليك. استنى استنى يا بودي استنى. جدي انا عايز اجيب لك بقيه اصحابي عشان تعرف ان انا عندي حق. وكلهم زي الجتة لا الحمد لله كلهم سلام. لا والله. ينفع
ينفع ثلاث ايام ما اكلش ليه يعني ثلاث ايام؟ اه ليه؟ نسيت انشر عادي نسيت ايه؟ انشر حبيبي والله مشغول وانت نسيت ايه؟ انا نسيت نفسي لا حول الله نسيت نفسي للاسف كل حاجه طلبتها مني عملتها طب الحمد لله عربيه احدث موديل حاضر وماله الحمد لله شقه في التجمع الخامس حاضر وماله مارشميلو حاضر وماله مين مارشميلو مارشميلو حلويات عند البيت انت مش حامل المارشميلو للاسف يعني انت ما بديش فيه وانا كمان ما كنتش اعرفها بس جبتها وماله ده جبتها لها وماله قلت اريح دماغي من الزن بقى كتبت كل حاجه باسمها وماله نمت صحيت لا لقيتها ولا لقيت الحاجه شفت بقى يا جدي عشان كده بقى انا مش عايز اتجوز مش هتجوز انت بتزعل مش حمل الاوامر لازم اضربه اضربه هو ضر صحابك جايب لي نماذج غير مضيئه تشع طاقه سلبيه ما عندكش نموذج حي زي ها ايه مالك فيه ايه ده وايه اللي جابه ده كمان المأذون وصل عند البيت ايه المأذون وصل المأذون وصل انت حبيت تعمل حركه عشان انا ما كلمته وجبته هتتجوز يعني هتتجوز طب حالة التورتة طازة ربنا يبارك لصاحب النصيب ملحوظة رشة سكر برة لا اكتب بالمرة استعمال حلواني انت بتعمل ايه يا ابني؟ انا بنزل اعلان للتورتة البيضة الفواكه اللي صدرناها من الزباين الله العظيم يا سعيد انت ابن حلال يا سعيد الله يبارك لك انت عارف انا مالي قد ايه ما اكلتش تورتة فواكه زمن يلا بسم الله انا وانت بقى لا ما يصحش يا مستر ادهم ما يصحش ايه؟ دي هتتباع تتباع؟ ثلاث ثواني ما لقكش في المكتب فاضي بره حاضر بس خلي بالك منهم دول زي عيالي زي عيالك امشي طول حاضر زي عيالي ايه طرت فواكه وتصادرها ما هو سنة ايه ده ايه كنت فين كل ده كنت مع العروسة يا سيدي عايزاني افضل معاها طول الفرح انا سمعت ان الطرحة باظت مش خايفة لا بصمتك عليها ممكن تسكت خالص بعدين مالكش دعوه لو بتحبيني بجد ادعي لي الفرح ده ما يتم النهارده لا ان شاء الله هيتم ان شاء الله هيتم عشان مش فاهم انت ليه مصممه حاطه فارس في دماغك ممكن حضرتك تبصي حواليكي كده يمكن تلاقي حد تاني مثلا يحبك ولا حاجه وانت مش واخده بالك منه من الحمار ده ان شاء الله لا يحبني وانا بحب واحد تاني حمار شكرا شكرا استاذنك حاضر عشان خاطر انهق شويه انا مش قلت نصلح السقف الفرح ده هقلبهولك ميتة ما سعدت البيت انا خلاص وصلت عند المصدر سلام حجوزات النهاردة كتيرة جداً بجد أنا مش عارف أعمل إيه كمية حجوزات رهيبة صباح الخير صباح النور يا فندم هي الثانية بس بخلص حجز مساء الخير معلش عذرا يا فندم بس النهاردة عندي حجوزات كتيرة جداً أمرني يا فندم لو سمحت أنا كنت عايز أوضة دبل تريبل تأجرها يعني لا هحشيها لا مش كده بقى طبعا امال حنايم فيها دعني حاضر يا فندم معلش النهارده عندي يعني حجوزات كتيره جدا فمش مركز الغرفه عندي في اليوم ب 2000 جنيه 2000 جنيه بس كده كتير قوي 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 يعني يا فندم ده سعر خاص عشان خاطر حضرتك ازاي انا قلت يعني المكان مش ولابد واكيد مفيش حجوزات فانتوا عاملين تخفيضات لا يا فندم مع احترامي لحضرتك احنا مكان لابد جدا وعلى فكره احنا اوتيل 5 ستار ونسبه الاشغال عندي عاليه جدا اقول حاجه لحضرتك الاوضه اللي هديها لك دي اوضتي احنا ما عندناش اوضه فاضيه يا انا كده بتكسبوا بقى اوه يا فندم مكاسب مهوله انتوا مش عارفين نودي فلوس فين سامحني بس فندم الو ايه يا فريده
الفوج الالماني؟ لا ثانيه واحده، حضرتك هتاخد الغرفه ولا اديها الفوج الالماني؟ انت هتقعد الفوج الالماني كله في غرفه؟ ما هم هناك اطفال فبيحازوا بعض. مفيش مشكله، ممكن تحط لي كرسي جنب الاطفال انا ممكن انام. لا ما يصحش. لا 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 والله ما يصح. لا حضرتك خلاص، لا لا يرغي معاها. فلوس دولار ايه يا ماما؟ انا قلت كده ما برجعش فيها. خلاص يا فريده يلا نورنا يا فندم. شكرا، بس يا ريت الغرفه بسرعه عشان دقني ابتدت. يا غريب يا ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا استاذ؟ ايه يا جدع خضيت في ايه؟ ايه ده؟ ايه الورده السوداء دي؟ شطت منك في الفرن ولا ايه؟ هو يوم اسود من اوله. عقبالك يا سيدي. حياتك ان شاء الله. ايه ده؟ انت مين؟ ها؟ انت من قرايب العريس ولا العروسه ولا مين؟ تقدر تقول من قرايب العريس وقرايب العروسه وقرايب المأذون، ميكس كده. انا مش فاهم حاجه. ولا انا. المهم انا كنت عايز اسال على حاجه. هو ده مش منتقع فارس عامر انديل ابن عامر حفيد انديل؟ ايه منتقع؟ فرح. اي مين يعني فرح فارس عامر انديل ابن عامر حفيد انديل. ما شاء الله عليك ذكي قوي. الله اكبر. شكرا شكرا. هو يبقى اكيد انديل ده مليان. ده خاسس والله على فكره. انا ما اقصدش انديل مليان يعني تخين، انا اقصد مليان متدفي معاه فلوس. أيوة. عشان يعمل فرح في المنتقع ده كله لازم يكون دافع فيه المبلغ الفلاني. اول فرحته بقى يا سيدي. ان شاء الله تبقى اخر فرحته ان شاء الله. لا اله الا الله، لا حول الله، لا 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 مالك يا استاذ؟ لا فضفض لي في ايه؟ لا لا مهما كانت الصعوبات لازم نكون اقوياء. لا لا لازم. ده بعيد عنك راجل بخيل قوي. بخيل قوي؟ بعيد على قلبه قد كده. قد كده معاه فلوس اقسم بالله. انا ما بحسدش على فكره. واضح. والله ما بحسد. واضح. انا بحقد عليه. تحقد عليه؟ انا الجرسون الوحيدين مش عايزين يجيبوا واحد غيري ولا يقبضوني ولا حتى يرقوني ولا ايه؟ لا حول الله. الجرسون الوحيد هنا لهوي دول مصمصوك. انا حبيتك قوي. معلش معلش اصبر كده واصمد. يلا خش انت في جرابك. يلا انديل ده شكله معاه فلوس كتير قوي. مش عارف راحت فين. بس كل ده بتدور على البطاقه. شكلها اتسرقت. هو يا جوزك اتجوز من غير بطاقه؟ لا يا جوز. اي ما ينفعش. طب خلاص يبقى ما فيش نصيب. انت بتتلكك ولا بتتلكك؟ ما انت سامع يا جدي بيقول ما ينفعش اتجوز من غير بطاقه. لا لا محلوله البطاقه يا مولانا. فارس انت جبتها منين دي؟ من الاوضه طبعا. انا قلت له هتلاقيه مخبي البطاقه تحت المخده اللي على سرير نومه زي ما كنت بتخبي زمان الشوكولاته يا فرن وزواخ. ما تخافش يا ابني، الجواز مكتوب على كل واحد مننا. فعلا زي الموت بالظبط. هو الواحد بيبقى مكلبش في الدنيا بايديه واسنانه، يجي الجواز يخطفه في لحظه. فعلا كام واحد من الناس كانوا في وسطينا ودلوقتي مرميين في بيوت مراتاتهم. والله العظيم الراجل ده بيقول حكم. ده ايه؟ ناصح امين. نظامك يا ناصح. ده انت ناصح ولا امين؟ ده انت زفت الدين. في كده انت جايب المأذون ده من عمر مكرم ولا ايه؟ والله العظيم كان كويس، هو شاف العزا دخل في المود. ايه؟ اخرج اخرج من المود. انا اخرج الان. اخرج مزارع. اصبحت سعيدا. اذا هيا هيا يا بني تشاهد وقل زوجيني نفسي. لا اوعى تقول. لا لا ابدا تاني بني افصل عنه الاجهزة يا بني. حاضر يا باش. بني يلا يا ابني قول زوجتك نفسي. جدي زوجك نفسي. انت هتهزر؟ اقسم بص قدام الناس والله مش ده اللي حصل. يلا يا شيخ انا قبلت زواجه على عيبه. هيا يا بني وقع على عقد الزواج. لا لا بارك ما توقعش يا فارس. لا توقع يا فارس. ما تنديش يا فارس حتى تجاوبوني. يلا يا ابني خلصني. وقع على عقد الزواج. وقع وقع. حاضر حاضر. اوعى يا فارس ما تسيبناش. حاضر يا جد. حاضر 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 يا جد. حاضر يا جد. لا لا يا فارس. حاضر يا جد. لا خلصني. لا 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 مش هتجوز. ده فول اوبشن قوي. ده حديث. ترى مش هذا الكرسي انت بتشاور على نفسك.
ما حضرتك انا تعبان بس 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 واضح ان حضرتك تعبان اكتر مني. انا نفسي اساعد حضرتك. ما انا يا فندم لسه ما وصلتش لشابتر الجلطات والازمات القلبيه. ما وصلتش ليه؟ للازمات القلبيه والجلطات. ده لما توصل لشابتر اكون انا اتشطرت. هلا يا جد وسلامتك. اكذب. على فكره انا ممكن اسلي حضرتك. جدو يا جدو يا اجمل جد تعالى نلعب وننسى الجد. الله عجبت. عجبتك صوتك حلو قوي. سانكس جدو. اطلع بره. ايه اطلع بره. ما اقدرش اسيبك انت كيس جد. الف سلام عليك يا جدي. فارس ايه ده؟ انت ايه اللي دخلك هنا؟ بص عليك يا اخي انت ايه؟ انت تقتل القتيل وتمشي في جنازته. انا شفتك فين قبل كده؟ انا ده أنا ده أنا ده دكتور أمجد. أنا اللي حضرت العزة بتاعك أو الفرح. طب معلش ممكن تسيبنا لوحدنا؟ لا ما أقدرش أسيبك لوحدك. ما أقدرش أسيبك مع الكيس بتاعتي لأن حضرتك من ساعة ما مشيت من الفرح وهو في الحالة دي. يا أخي اعتبرها جلسة عائلية بيني وبين جدي. ممكن تتفضل؟ أنت أنا عايزك تسيبني. أنت يا كيس أبوس إيدك. سيب الكيس ده وأخرج بره. ابو زيدك اخرج بره. انت يا جدو ده اطلع بره. اطلع بره فارس. انا مش هسيبه. انا هستناك بره. حاضر يا جدو. انت مجنون ده ولا ايه؟ الف سلام عليك يا جدو. فارس انا عايز اقول لك كلمه واحده قبل ما اموت. اتفضل. طز فيك كده يا جدي؟ يعني حتى مش قادر تمسك لسانك وانت عيان؟ عشت العمر كله اتمنى انك تتجوز واشيل عيالك على كتفي. ما انت شفت يا جدي، شفت اصحابي اللي اتجوزوا حصل فيهم ايه؟ عايزني يعني ابقى زيهم؟ لا مش هو ده السبب. انت فارس اللي مش عايز تتجوز. عشان ما تشيلش مسؤولية. لكن معلش اللي ما قدرتش اعمله في حياتي هعمله في مماتي. يعني هتعمل ايه يعني يا جدو؟ هتبعت لي عفريتك يعني يخلينا اتجوز بالعافية؟ هزر يا خفيف. لا بكرة تقعد مع المتر غلام لو بصيته بإيه؟ لا بصيته بإيه جدا؟ شو أقول لك؟ خليها لك مفاجأة. لازم أحرق دمك زي ما حرقت دمي. غريبة يا أخي، أنا ليه عشت العمر ده كله من غير ما أتبرى منك؟ كان لازم أتبرى منك، كان لازم. جدو بلاش هزار في الحاجات دي. جدو أنا مملوكش غير الفلوس اللي أنت هتسيبها لي بعد عمر طويل. جدو جدي 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 الله يرحمك يا قنديل بيه، عينه لله اللي كان السبب. انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ يعني انت مش عارف؟ ايه يا اخي؟ ايه؟ انت وحش؟ كان هيحصل ايه يعني لو سمعت كلامه وجوزت واحدة من البنات اللي جابها لك؟ او حتى من البنات اللي ما جابها لكش؟ يبقى فكرني ارفدهم كلهم بعد ما استلم الميراث. ميراث؟ ايه دي؟ هو انا جدي ليه وريث غيري؟ للاسف لا. هو مش قال لك هيعمل لك مفاجاه؟ ايوه قال لي انه سايب وصيته معاك. هو فعلا ساب الوصيه معايا ومضاها بخط ايده وخلاني سجلتها في الشهر العقاري. جدك شرط عليك انك تتجوز في خلال 60 يوم والا هيضيع عليك تلت الميراث. ده ايه شغل العافيه ده؟ هو مش قال لك مش هعرف اجوزك في حياتي، هجوزك بعد مماتي.
بقول لك ايه، انا اللي هتجوز ولا عايز تلت الميراث؟ كفايه عليا التلتين. تاني ها اللي انت ما تعرفوش ان التلتين دول هم الاوتيل، والاوتيل عليه مديونيه وهيتحجز عليه قريب. ايه ده؟ الاوتيل مديون؟ مديون؟ والله يعني ايه؟ يعني هيتباع قريب ومش هيفضل لك غير التلت اللي انت بتضحي بيه عشان تبقى عازب. لا يا راجل. ليه كده يا جدي؟ ليه كده؟ أنا كنت بحبك أوي. لازم أمشي وأخلص من اللي أنا فيه ده. أنا زهقت. مبروك يا فارس. مبروك على ايه؟ جدي رجع في كلامه وافق يسيب لي الميراث من غير جواز؟ يرجع في كلامه ازاي بعد ما مات؟ امال انت جاي تبارك لي على ايه؟ يا انا وافق ترجع لك بعد كل اللي عملته فيها؟ شفت ازاي هي بتحبك قد ايه؟ طب سيبني بقى انزل القاهره ونتكلم بعدين. مفيش بعدين، فاضل شهرين على مهله جدك. يا سيدي عقبال ما تتصل بيها ونحدد ميعاد. لا ما انا خلاص اتصلت بيها وجايه في السكه. ده انت مصمم بقى. انا مش هسيبك تضيع ميراث جدك ولا تضيع عليا مكافئتي. مكافئه ايه؟ مكافأة بسيطة كده عملها لي جدك الله يرحمه، لو قدرت يعني اتجوزك في خلال شهرين، 5% بس من الفلوس اللي هتاخدها. يعني انا اتجوز واتنيل وانت تقبض وكمان 5%؟ طب والله العظيم انت ريحت قلبي. اللي يبص في 5% عمره ما يضيع 95. مبروك علينا. بونسوار مادموزيل. طب والله انت صعبت عليا، بالذات لما مسيو فارس هرب منك كده وفضحك قدام الدنيا كلها. بس ولا يهمك، اه والله انت تستاهلي واحد احسن منه. ست كده لو كان يعني جخصه محترم كده ومستني ترقيه. هي متاخره شويه بس هتيجي ان شاء الله. يعني انت شايفني كويس؟ اه شايفك. متاكد؟ اه والله. طب شايف دي؟ اه منجا انت قطعتي من ايه؟ بقول لك ايه، يلا يلا على مطبخه، يلا يلا من هنا. طلعت تستاهل ان هو يسيبك كيف الجهر. رايح فين؟ يا عم هتلاقيها متعصبه بقى من المره اللي فاتت. مش هينفع. لا شد حيلك كده وجمد قلبك. اللي انت عملته فينا وفيها مش شويه وجع ساعه ولا كل ساعه. لا يا عم. مساء الخير. اه اعرفكم ببعض. فارس. يارا. منوره الدنيا يا هاني. الحمد لله على السلامه. انت هتفضلي ساكتة كده كتير؟ والله يا استاذ غلاب هو قال لي ان انت اللي عايز تتكلم مش انا. اتفضل. اه انا. بصي بقول لك ايه، سيبك بقى من كل اللي فات وتعالي بقى نتكلم في اللي جاي. اللي هو ايه اللي جاي؟ اللي جاي اننا نتجوز. ده سؤال؟ لا نتجوز. ايه المفاجأة دي؟ انا اتفاجئت، تراني متفاجئة. طب ما احنا كنا هنتجوز وانت اللي هربت مني المره اللي فاتت. ما انت عارفه ان انا كاره الجواز. نعم. لا كنت كاره الجواز يعني، ما كنتش اعرف ان انت قدري. طيب يا سيدي وانا موافقه اكون قدرك السعيد الجميل بس على شرط. شرط؟ اه. شرط ايه ده؟ تتجوزني قدام كل الناس اللي شافوك وانت بتهرب مني المره اللي فاتت. تمام. اشمعنى يعني؟ هو انت عايز تهزقني في ميدان وتتجوزني في حارة مع عيوب انا ولا حاجة؟ لا لا لا، وجهة نظر، عندك حق. حاضر. اتفقنا؟ اتفقنا. اتفضل يا عريس وقع على عقد الزواج. هتوقع ولا زي المرة اللي فاتت؟ اتفضلي يا عروسة وقعي على عقد الزواج. لا انا بقى اللي هسيبك المرة دي. انت عايز تتجوزني عشان ما تخسرش مراتك، بس انا بقى ما عنديش اي حاجة تخليني اتجوزك غصب عني، خصوصا بعد ما هربت مني المرة اللي فاتت. اه عشان كده بقى صريت تجيبي نفس الناس اللي جم المرة اللي فاتت. طبعا
كان لازم كل الناس دي تبقى موجودة وتشوف ان انا اللي هسيبك المرة دي مش انت. لا يوجد، لا يوجد كل هذا الطعام، ولا يوجد الصنف الذي أريده. مسيو، حضرتك بتدور على حاجة معينة؟ فعلاً أنا بدور على صنف من الطعام يشبهك كثيراً ولكنه حلو المذاق. شبه أنا؟ أجل. إيه؟ الخفاش، ولكن أنت ليس لك أجنحة. خفاش إيه؟ أريد أن أكل خفاشاً. خفاش إيه يا عم؟ كلام بيقولوا ده؟ إيه؟ عايزيني على الغداء يا عم؟ يا عم أنت هتتلكك، بعدين أنت ليك نفس تاكل يعني بعد اللي حصل لنا ده؟ يا عم عايزين نرم بعد العلقة دي. يابا. إيه ده؟ هو إحنا عندنا جست صيني في الأوتيل ولا إيه؟ من يومين يا عم، انت ايه نايم ولا ايه؟ انا اذا ما بقتش اعرف اي حاجه في الاوتيل ده. مستر غلاب، أهلاً. افتقدتك كثيرا. اهلا مستر شانك، اهلا. ايه ده، انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ مستر شانك من يوهان، مستثمر جاي فلوس جامده قوي، هيستثمر في مصر. اهلا وسهلا. اهلا بك يا سيدي. وحضرتك بقى قاعد معانا في الاوتيل قد ايه؟ ساخذ اسبوعا ومن الممكن ان امد اسبوعين. على الرحب والسعة مستر شانك. ثانك يو. اهلا بك. والان اترككم كي اكل. يا عم انا بني ادم والله، مش خفاش. انت مجنون. الان ده بياكلني يا عم. بقول لك ايه، الراجل ده تمشيه، مش عايز اقعد في الاوتيل. امشيه يا عم، ده مفيش غير اتنين في الاوتيل وهو واحد منهم. يا نهار اسود. ايه ده؟ في ريزرفيشن باسم مديحه. حضرتك كلمتيني الصبح بالظبط كده. كل حاجه جاهزه يا فندم، منورانا الست الكل. ميرسي، ربنا يخليك. تمام يا فندم، وانا باين عند حضرتك بعت ايميل بالاي دي بالظبط كده. كله تمام يا فندم، زي الفل. ميرسي قوي. قمه سعيده ان شاء الله. ميرسي قوي قوي. تمام يا فندم، احنا كده ان شاء الله عندنا فطار من 6 ل 7. نعم. عذرا يا فندم، 6 ل 10. ليه، هو حضرتك مش عايزنا نفطر فبتقول لنا معاد غلط مثلا؟ مش عارف. لا والله خالص يا فندم، دي زلت لسان. ومع ذلك يا فندم، انت والهانم الفطار من 6 المفتوح. ثانك يو. ثانك يو ايه يا مامي؟ يعني ايه ثانك يو؟ هو ايه من 6 المفتوح؟ هو اللي فيها في مشاكل يعني؟ الاكل بايظ مثلا، مسمم، عايزين تموتونا، عايزين تسمونا؟ ايه الميعاد الغريب ده؟ لا مسمم ايه يا فندم خالص، ده انا باكل منه. انت بتاكل من الاكل بتاع الكلاينتس؟ نو نوت ذا كلاينتس، كلاينتس ايت باي ذيم سيلفز اند اي ايت الون. اوكي، ومع ذلك يا فندم ما تضايقيش ولا تتوتري ولا في اي حاجه يا فندم. اتفضلي حضرتك، الغرفه معانا اهي 1013. اوكي ميرسي قوي. يلا بينا. يلا بينا. ايه يا مامي، ميرسي على ايه؟ ليه 1013 يعني؟ انا ما بحبش اصلا رقم 13، فيعني يا ريت لو تغيرنا الاوضه دي يا فندم. دي غرفه حلوه جدا، نظيفه، جاهزه، بتبص على البحر، وفي اخر الكوريدور عشان خاطر يبقى فيه خصوصيه. اخر الكوريدور ليه؟ ها؟ ليه حضرتك في اوضه في اخر الكوريدور؟ يعني اوضه متطرفه، يعني انتوا عندكم حراميه في الاوتيل؟ هيجوا يسرقوا حاجاتنا ويموتونا؟ يا فندم يقتلك ويسرقك ايه؟ احنا اوتيل محترم يا فندم، ومع ذلك ما تضايقيش نفسك، انا ممكن احط حضراتكم في غرفه في اول الكوريدور. طبعا، عشان بقى يبقى اللي طالع واللي نازل بقى جنب السلم بقى يبقى دوشه، ويقعدوا العيال يخبطوا ويصحونا بدري من النوم، صح؟ يا فندم تصحي بدري قوي. ايه وعيال صغيرات ايه يا فندم؟ مفيش. اقول حاجه لحضرتك، ادي حضرتك غرفه في نص الكوريدور. هو ليه اصلا الكوريدور ده؟ ليه الدور ده؟ هي الاوضه دي فيها مشاكل؟ سباكه ولا نجاره؟ حداده. بجد؟ لا يا فندم، بقرب مع حضرتك. يبقى التكييف بايظ. والله ما بايظ. يبقى التلفزيون عطلان. مجربه بنفسي. يبقى التلاجة بس ما بتسقعش المية. شارب منها الصبح. ايه؟ انت بتخش الاوض بتاعت الكلاينتس تجرب الاوضة وتنام فيها مثلا؟ لا والله العظيم بنام على سرير يا فندم. انا لازم بس اطمن ان الغرفة كلها كويسة وشغالة يا فندم حضرتك والله. ومع ذلك ما تضايقيش نفسك حضرتك، يعني انا مش عايزك بس اتجاهي ليه؟ عشان تهدي اعصابك. ليه شايف نادين بتنطط قدامك يعني مثلا؟ انا بعتذر، انا بعتذر، ما اقصدش كده خالص، انا غلطان، انا 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 قليل الادب يا فندم، معلش يا فندم. انا هدي لحضرتك غرفة تانية ده حضرتك تنبسط فيها انت والهانم، بس ادوني بس 15 مينتس عشان خاطر انضفها، حلو كده؟ لا لا 15 مينتس ايه؟ احنا هناخدها خلاص، احنا لازم نستريح، جايين من السفر تعبانين. يلا يلا حبيبتي عشان خاطر. مفيش اي مشكله يا فندم، اقامه سعيده، واهم
اهم حاجه ننبسط والزبون دايما على ايه؟ على حق. انت قصدك ان انا غلطانه يعني؟ يا فندم لا انا بعتذر. انت بتثبتني بقى. انا هسكت خالص. انت شايف انك اكبر من انك ترد عليا. لا يا فندم انا اصغر. يعني تاخدني على قد عقلي. يا فندم ابعت لي بقى المانجر يرد عليا، انا عايز حد اكبر منك يرد عليا. ما 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 تعمليش، انت ليه بتعمل كده؟ ايه ده ايه الطريقه دي؟ كفايه فتحاني في كل مكان. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. اتفضلوا يا هوانم، اتفضلوا. يا سلام يا سلام، يا رب يكون معاكم فكه. ما شاء الله التبس باين على وشوشكم. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. احنا في عيد والله يا فندم، في عيد. انت بتزعلي؟ اي خدمه تانية؟ افتح التكييف كده شوف شغال ولا لا. شغال يا فندم؟ افتح التكييف وشوف شغال ولا لا. حاضر يا فندم. شغال يا فندم شغال. شغال كويس. مش لازم اللي انت بتعمله ده. قلب بقى كده شوف القنوات تانية شغاله ولا هو معلق على القناه دي وهنبقى ستوك طول الليل. بيجيب قنوات كتير يا فندم، كل القنوات. طب قلب قلب. حاضر. برافو. افتح بقى التلاجة وشوف بتسقع كويس ولا لا. مش تخصصي يا فندم، انا تخصصي تكييفات وتلفزيونات بس. ايه اللي انت بتقوله ده؟ The client is always right. You do whatever I want you to do. You understand؟ اتفضل افتح التلاجة. عشان خاطر الكلمتين دول انا هفتحها. ميرسي جدا لذوق حضرتك. شكرا. بس انت ما تحطش ليك. حاضر يا فندم. انا اللي احط، انا اللي هشرب من الحاجات دي، انت كده هتلوثها بصوابعك. حاضر يا فندم انا اسف. ايوه ساعة خلاص اقفل. انا اسف. برافو برافو. انا اسف. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ مين ام تشيكينج؟ بصي في تراب كتير. حط صباعك كده، حط ايدك كده من تحت كده. انده بقى الهاوس كيبنج يجوا ينضفوا عدل. نضيفه يا فندم؟ لا مش نضيفه، روح بقى هات الروم سيرفيس عشان يجوا ينضفوا كويس. حاضر. مامي اتاكدي بنفسك اذا كان الباب بيقفل كويس، القفل بتاعه بشغال، علشان احنا لما نيجي ننام مش عايزه حد يخش علينا واحنا نايمين. لا بيتربس كويس قوي. اتاكدي بنفسك؟ بيفتح ويقفل. طيب خلاص اوكي. جرى ايه يا انسه؟ انت جاي تتفسحي يومين ولا تحققي جريمه قتل؟ انت اصلا ايه اللي موقفك هنا لغايه دلوقتي؟ لا انا واقف يعني يمكن تدوني حاجه او هم محتاجين مني حاجه او اخد منكم اي حاجه. معلش احنا اسفين، ما تزعلش منين، حقك علينا. حق علينا ايه؟ انت ايه اللي موقفك هنا؟ انت واقف تتصنت علينا؟ مين بقى بعتك تتصنت علينا؟ وليه بتتصنت علينا اصلا؟ عشان توصل معلومات لمين؟ اتصنت على مين بس يا فندم؟ مش اخلاقي، وبعدين انا واقف جنبكم. خلاص خلاص احنا اسفين، معلش ما تزعلش مني. شايفه طنط؟ طنط؟ مش اطلع بره يلا. استغفر الله العظيم. الوضع الغريب ده حرام عليك. نسمع يا حبيبتي، مش الدكتور قال لنا نيجي هنا عشان نروق اعصابك وتهدي شويه؟ ما ينفعش اللي بتعمليه وتبتدي الاجازه بالمنظر ده. مامي في ايه؟ مش لاقيه الموبايل. اسكت اسكت. ما انا ساكت اهو. اسكت، انا حلمت لك حلم امبارح. يا رب يا رب يبقى من نصيبك. يلا روح روح روح. خير، الله ما اجعله خير. الاقي حلمتك لابس ابيض فابيض وراكب حصان ابيض فابيض متجوز عروسه ابيض فابيض واخد مراسك 30 مليون في شنطه بيضة، وانا خدت عمولتي كنت لابس ابيض فابيض برضه. لا انت واضح انك كلت بيض امبارح، بس سبت السفر وكلت البياض كله. يا عم هو في عروسه ولا في حد غيرني انا وانت في الاوتيل؟ انت صاحب الاوتيل؟ نعم. انت صاحب الاوتيل؟ ايوه. البالمان بتاعك سرق الموبايل بتاعي؟ لا يمكن، مستحيل. هو ايه ده اللي مستحيل؟ ما كانش في حد غيره في الاوضه. يا هانم ما عندناش حد حرامي هنا. ما دام بتدافع عنه كده بقى يبقى انت شريكه في السرقه. لا 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 ده كتير كده. ايه يا عم ده؟ هدي اعصابك من نظيل، الاوتيل هنا امان جدا وكل العمال محترمين. وتطلع مين حضرتك؟ رئيس العصابه؟ لا عصابه ايه؟ ما عندناش عصابه، ده احنا طيبين وهبل. حضرتك انا غلاب عبد الوهاب المحامي. شفت؟ ما دام جبت محامي يبقى عارف ان انت عندك حراميه في الاوتيل وعارف ان انا هبلغ عنك. لا بقى، ده انت غريبه جدا. ايه ده شويه، ما فيش غيرها في الاوتيل، انت لسه قايل. انت مش سامع بتقول ايه؟ خلاص. بيتكلم من مصر وبيقول ان انت نسيتي الموبايل في البيت. يا سلام، يعني كل ده طلع على ما فيش اهو. انت متاكده ان وليد هو اللي اتصل بيكي بنفسه؟ انا مسيفه نمرته على الموبايل. يعني مش ممكن يكون حرامي سرق الموبايل بتاعه وكلمك وانت افتكرتيه وليد؟ يا سلام، انا هتوه عن صوت اخوكي. يا هوانم حصل خير حصل خير. شرفتي وانستي انس الاسم. اهلا وسهلا. عرفت منين ان اسمي نسمة؟ ما هي مامتك لسه قايله لي. تعرفت منين اصلا انها مامتي؟ هيكون ليه يعني؟ عشان شعركم زي بعض. يلا 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 بينا. بص هو في الحالات دي يعني مش عارف، يعني ممكن يكون كابوس مش حلم. عجبك الكتاب اللي جبته لك يا حبيبتي؟ قصدك الكتاب ده؟ الزواج مفتاح السعاده؟ ايه يا ماما؟ ده خيال علمي يا حبيبتي.
ده اسمه حتى يشرح القلب. وانتي جبتي الكتاب ده بفلوسك ولا لطشتيه من واحده صاحبتك؟ عيب يا نسمه، لطشته ايه؟ ده حتى ب 50 جنيه ما يستاهلش يعني يتلطش. طب ردي عليا بصراحه، انتي جبتي لي الكتاب ده عشان اتجوز؟ وماله يا حبيبتي، وفي احلى من الجواز؟ واي ام في الدنيا بتبقى عايز تفرح ببنتها؟ تفرح ببنتها ولا تخلص من بنتها؟ اخلص منك ليه؟ عشان لما وليدي يتجوز يقعد معاكي في الشقه هو ومراته وياخدوا اوضتي. مراته ايه؟ اخوكي لا خاطب ولا مصاحب اصلا. تهيألك وليد متجوز يا مامي، واكيد مخبي علينا. او اصلا هو متجوز وقايل لك، وانت بقى اللي مخبيه عليا. اوه يا ربي بقى. اقولك يا سيدي، يظهر الحلم اللي شفته لك هيتحقق. قصدك الكابوس بتاع البيض؟ يا فارس، ما انت عارف انا ما بحبش السفر. بعدين يا اخي ممكن تكون مضطربه نفسيا يعني عشان لسه ما اتجوزتش، لكن دي بعد الجواز رهوان وهتبطل تشك في اي حد. ايوه ايوه، رهوان في الخناقات معايا. يا سيدي، محبه الا بعد عداوه. لا يا عم، انا مستحيل اكلمها في اي حاجه دي. يعني لو مش عايز تكلمها انت بقى، سيبني بقى انا اكلم مامتها. ده انت بتتلكك بقى. الله عشان خاطرك يا فارس. يا حنين. نعم. مادمازيل. استنى. ايه في ايه؟ المانجا دي انت اللي عصرها بنفسك؟ عصرها بنفسي؟ لا بالعصارة. رد على قد السؤال، ايه الطريقة دي؟ يعني ايه عصرها بنفسي؟ ما هي جالنا معصورة كده. وطبعا بقى فيها مانجا بايظ. لا والله العظيم انا باكل البايظ كله. الشيف اللي عصرها بايده قعد يفعص فيها كده. اكيد. واكيد ايده ما كانتش نظيفه، لانه اكيد كان بيقطع بقى فراخ قبلها مثلا، فبقى زي الزفاره بقى مانجا وفراخ. لا اله الا الله. يا فندم، طالما حضرتك خايفه من المانجا يعني طلبتيها ليه؟ انا حره اطلب اللي انا عايزاه ويجي لي بكل مواصفاته القياسيه. قياسيه؟ الصحيحه. صحيحه. حضرتك طالبه مانجا من النرويج؟ يا فندم، ما انت بسيكوزي ما. ثانيه واحده، انت رايح فين؟ في ايه؟ انا لسه ما خلصتش كلامي. اتفضلي. ليه الكوبايه مش مليانه على الاخر؟ عشان ما تتدلقش مني وانا ماشي. دلقش مني. شربت من المانجا وانت جاي؟ لا انا ما شربتش من المانجا. انت كداب. انا مش كداب. بقك كان مليان مانجا. ما حصلش. افتح بقك وريني لسانك. وريني لسانك، بقول لك. مش هوريك لسانك. وريني لسانك، انت كداب. انت شربت من المانجا دي وانت جاي. وانا هشرب منها ليه يعني؟ انا مش فاهم انا. عدوي، انا 100 مره قلت الزبون على ايه؟ على ايه؟ على حق. شكرا. العفو يا فندم، كلم الهانم باسلوب احسن من كده. حاضر. الهانم زعلانه ليه؟ عمالة تقول لي جسد الجريمة. عمالة تقول لي يعني حضرتها بتعمل. انت شربت من المانجا. انا مش جبت المانجا. بصي يا ولد، بصي يا ولد، يا فندم قال ويشرب من المانجا. يا فندم عدي ولا عايز يشرب مانجا، هيخش المطبخ يشرب الجيركن. ده صاحب مطبخ ده يا فندم، ده في تلاجة جوه مكتوب عليها عدوي وبس. والله انت بتدافع عنه ليه؟ اكيد شربت معاه من نفس الكوباية. ليه يا فندم؟ هي كوباية فرحنا، ومع ذلك همشي مع حضرتك. تتخيلي يا فندم، بص حضرتك، اوتيل ريزورت، كل الصرف ده، اوض فيها تلفزيونات اتش دي 42 بوصة تحفة سمارت. بعد كل الصرف ده يا فندم، مش هيبقى عندنا غير كوبايه واحده بتلف عليه هنا نخمس فيها. اكيد لا يا فندم، اكيد لا. مظبوط، عندك حق. انتوا عايزين تعدوني. حضرتك حاطط يا فندم حاجه ريحه شجري صح؟ انا عندي حساسيه من الشجري صح؟ شجري، ابعد بقى لو سمحت لورا شويه كده عشان الزبون دايما على حق. اصل انا عندي حساسيه من خلاص. انا مش عايزه المانجا. شيل المانجا. ماشي حق. شيل المانجا. الوزه. رايح فين؟ في ايه؟ في ايه؟ وانا قلت زبون عليه. على حق يا سيدي. يبقى تسمع كلام الهان. ماشي هان. هتشربي حاجه تانية ولا عايزه ايه؟ ايوه. ايه؟ هات لي كان مقفوله. اوكي؟ كان مقفول. الوزن. ثانيه واحده، مش ممكن. انا عايزه الكان مغسوله من فوق كويس وفي الطروف، ها، عشان بيبقى في حاجات مش نظيفه. وتجيب لي بقى الكوبايه نظيفه مش مبصمه. بص مسك الكوبايه ازاي بيصوفه. اتس ديسكاستنج. يا قليل الادب يا ديسكاستنج. ايه ديسكاستنج دي؟ اختاروني غلط يا اسكت خالص. زبون على ايه؟ على حق. بص يا فندم، ما تضايقيش نفسك، انا هعمل لك تعقيمه على ابوه. شكرا. العفو يا فندم. عم ابراهيم الجنايني اللي بيرش الناموس ساعه المغربيه عنده فنطاس مازوت. هتجيب الكاس تحطه في الفنطاس، تولع في الكاس وفي المازوت وفي كل حاجه موجوده، وتجيبه للهانم. برافو. ده احنا هنشوف ايام بيضة. طبعا. انا اشرب مطرح ده يا فندم، انا اشرب مطرح ده يا فندم. ده حضرتك بسلم عليه بستحمى. خلاص يمشي. انت لسه واقف. انصرف. امشي. يلا امشي. يلا. يا فندم العفو، طعم سعيد يا فندم. لا دي شجري. والله شجري يا صديقي. خلاص بعد اذنك. والله لا لا، بعيد بقى لو سمحت. ايه ده؟ الاوتيل الغريب ده.
والله يا هانم انا بحسدك على صبرك في معامله الانسه الاسماء. بنتي الوحيده بقى هي طيبه قوي، لولا حته الوسوسه دي اللي عندها معكنين عليها ومعكنين علينا عيشتنا كلنا. يمكن باباها كده. ابدا، الله يرحمه كان سايبها على الله. ايه ده، زوجك متوفي؟ اقصد بقاء الله يعني. اتفضلي يا فندم، اتفضلي اتفضلي. هو متوفي بقاله 5 سنين. تخيل نسمة كانت فاكرة إن هو مسافر وإحنا مخبينه عنها. خبوه أكتر من كده إيه؟ ده كده استخبى خالص. افتكرته هربان من وسوستها. ما يمكن تكون شافت حاجة عقدتها وخليتها تشك في كل اللي حواليها. أبداً والله، هي من يوم ما اتولدت كده. تخيل في المستشفى لما ولدتها قعدت تعيط ومرضتش أبداً تتحط في أوضة البيبيهات. يا سبحان الله يا سبحان الله. ولا يوم صباح فضلت تصرخ وتعيط، افتكرت إن الغربان مش نظيف. الله يكون في عونك بصراحة. اللي زي بنتك دي ملهاش غير حل واحد. الحقني بيه. الجواز. ومين بس هيرضى بيها؟ لا أنا عندي عريس لقطة وياخدها بشنطة هدومها. ده عشان خاطر حضرتك مامتها. ولأجل الورد تنسي إيه اسمه. فارس، ممكن تقول لي يعني انت ليه عايز تتجوزني؟ بصراحة ما فيش غيرك في الاوتيل. نعم؟ لا قصدي يعني اول ما شفتك قلت ايه القمر اللي داخل عليا ده؟ وعجبت بيكي جدا، بصراحة انا بموت كمان في البلوندايه. ميرسي والله، ثانك يو. بس يعني ايه اللي يخليك تتجوز واحدة انت اصلا ما تعرفش عنها اي حاجة خالص؟ بصي اقول لك الحقيقة ولا اكذب عليكي؟ لا تقول الحقيقة عشان انت لو كذبت انا هفسك. لا لا لا، لعلمك انا حويط قوي. انا ما فيش حد يقدر يعرف مني اي حاجة. قول بقى وخلاص. هقول لك الحقيقة، أنا جدي الله يرحمه هيحرمني من تلت الميراث لو ما اتجوزتش. أوكي، الميراث ده يطلع كام يعني؟ 30 مليون جنيه. وجدك يعمل فيك كده ليه؟ ده إيه الرخامة دي؟ هو فعلاً كان رخم بس كان طيب قوي بصراحة. هو أصله كان عايزنا نتجوز بالعافية يعني. وأنت ليه بقى ما تتجوزش من نفسك يعني؟ أصل بصراحة بقى الستات دول حاجة بصراحة يعني ما كنتش بحب الستات وحاجة مقرفة بصراحة. إيه إيه اللي أنت بتقوله ده؟ لغاية ما شفتك، أول ما شفتك بصراحة اقتنعت على طول. أنت عايز تقول إن أنت ما كنتش لاقي ولا واحدة تقتنع بيك. نعم يا أختي؟ ليه؟ كده؟ يمكن يكون فيك عيب مثلاً وأنت مش عايز تقول. لا 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 لا، أنا ما أسمحلكيش. بقول لك إيه؟ أنا جامد قوي، مش مصدقاني؟ اسألي عدوي. لا أسأل عدوي؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنت ممكن يكون عندك عيب خلقي مش خلقي. يعني إيه؟ ما هي دي أنيل، يعني إيه؟ خلقي يعني أخلاقي، يعني مثلاً مغرور، غيور، بخيل، نسوانجي، كذاب، نيئة، موسوس. موسوس؟ أيوة. ده اللي هو أنا؟ أيوة أنا اللي موسوس؟ فارس فلة 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 بتقص ضوافرك. ابتديت أحبك، افتح لي قلبك، احنا خلاص هنتجوز صح؟ صح مظبوط. الفلوس اللي جدك هيورثها لك دي بقى جايبها منين؟ السياحة، من شغله في السياحة. سياحة إيه اللي تجيب 30 مليون جنيه؟ ولا هبلة؟ عادي يعني، ايه المشكلة؟ قول لي بصراحة، غسيل أموال؟ نعم. لا طبعا. طب خلاص خلاص بالراحة، ما تتضايقش. مخدرات؟ بقول لك ايه؟ تجارة الرقيق الأبيض؟ بقول لك ايه؟ تجارة السلاح؟ أنا ما أسمحلكيش، أنا جدي كان شريف جدا. أنت قول بقى كده بقى عشان تستحلي الفلوس اللي أنت هتورثها من جدك. لا لا لا، ده أنت تريح ضميرك يعني. والله العظيم أنت مش طبيعية، على فكرة بقى كان واقع فيها دبان. إيه القرف ده؟ على فكرة أنت كداب. نسمة دي لو آخر بنت في العالم، مش هتجوزها. عيل مامتها زي العسل. هو انا هتجوزها هي ولا هتجوز مامتها؟ دي هتبقى حماتك. مش هيحصل. ايه دي زي القمر، والحمد لله جوزها ميت. هي كانت متجوزه؟ طبعا. ما خليفة نسمه ازاي يعني؟ يا عم انا بتكلم عن نسمه. وانا بتكلم عن مامتها. جرايه متر، انا شايفك كده انت اللي عايز تتجوز المره دي. والله يا ريت يا فارس، انا بس مش هتجوز غير لما اطمن عليك انت الاول. وانا مش هتجوز غصب عنك. ما تقلقش، انا اتفقت مع الدكتور امجد انه يعالجها من الوسوسه. برضه مش هتجوز. هتخسر ميراثك يا فارس. مش مهم، اخسر ميراث، طز في الميراث. انا هطور الاوتيل واعتمد على نفسي. ازيك يا مستر فارس؟ يا رب تكون حضرتك بخير. اهلا ادهم. بس يعني انا عايزك تمسك نفسك. اصل الدنيا مش مستاهله. حضرتك هتاخد مني حاجه؟ لا. حضرتك هتاخد مني حاجه؟ ابدا. انا هاخد مني حاجه؟ لا. مش حد هاخد مني حاجه يا فندم. يعني اكذب عليك واقول لك فنروح هناك فاقول لك فطلع مني على ايه؟ الموضوع بسيط. هو مفيش هايبرد لغى الحجز بتاع 15 اوضه بتاع بكره، بقينا على باب الله. فحضرتك يا تتجوز يا تتجوز، عشان مش كل اقول للمحاسب عايز اقبض يقول لي لما مستر فارس يتجوز وحضرتك ما بتتجوزش، فنتجوز بقى، نتجوز اوكي؟ اهو اتفضل. ادهم قال لك السياحه مضروبه والاوتيل بيخسر. حصل. يعني ما قدرناش غير ان احنا نتجوز نسمه وتستحمل شويه الوسوسه دول.
اتفضل خاتم الجواز. ها ايه رايك؟ الله يجنن، يسلم ذوقك، حلو قوي قوي قوي. استني بس يا مامي، هو انت ليه ما خدتنيش معاك وانت بتشتري الخاتم؟ انا قلت بقى اعملها لك مفاجاه. مفاجاه؟ هو يعني الماس حر؟ بتهزر معاك، بتضحك. ايوه الماس حر، امال ايه؟ الماس محبوس؟ يعني ده انت جبته لي مخصوص ولا كان بقى بتاع خطيبتك اللي قبل كده؟ جايبه لك مخصوص يا نسمه. متاكد؟ تحب اجيب لك الفاتوره؟ قالوا للحرامي يحلف. حرامي؟ ده انت زودتيها قوي. سامعة يا ماما؟ لا ما تقصدش، ايه بتضحك معاك بتهزر؟ خطيبتك بقى وبتتدلع. يا مامي ليه بتقرصيني؟ الله، على فكره سهله قوي 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 تجيب فاتوره مضروبه. لا ده كده كتير. بقول لك ايه، انت زودتيها قوي. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ فارس فارس فارس، اهدى يا رجل. حد يكلم خطيبته كده؟ امال لما تتجوزوا هتعملوا ايه؟ وانت مالك انت؟ مالي؟ هسكت عن الحق؟ ايوه ينفع يسكت عن الحق؟ يعني انت بتزعلي كده وانا خطيبتك؟ امال لما تتجوزني هتعمل فيا ايه؟ انا مش فاهم، انت رامي ودنك معانا ليه؟ لا هزي ودني وانا حر فيها، ارميها في اي مكان. وانا بقى الاوتيل ده بتاعي، محدش يرمي ودنه في الاوتيل ده. لا سيدي، انا ارميها في اي مكان، انا حطيتها في مكان وكنت ناوي اخدها تاني. اين ودني؟ اعطيني ودني اذا كانت معك. يا عم مش قصدي، انت ليه بتلمع اوكر؟ لا انا لا ألمع اوكر، هل انا جزمجي؟ مش قصدي، انت بتصنط علينا ليه؟ لا لا سيدي، هذه اكاذيب. انا لا اتصنط في الخلاء، انا اتصنط في الحمام. انت عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز ودني، اعطيني ودني اذا عايز ودنك. ثانيه واحده، خد ودنك. عيب. ايه ده؟ سلامتك. مالك انت كويس؟ لا كويس؟ لا لست كويسا، قلبي ماله؟ قلبي متعلق بيكي، قلبي سهران يناديكي. هذه ليست بشر، هذه ملائكة. مامي هرج يا مامي، يلا يلا بينا. مامي مامي لا تمشي يا فارس. بس مامي بقى مامي يا فارس. مامي فارس. قلبي. ما تقلقش يا باشا، الواد شكله هيتجوز البت وهياخد الميراث، وانا على قلبه لحد ما ياخد الميراث عشان ناخد فلوسنا. يا رب يا ساتر. مع السلامه انت يا باشا، عشان تقريبا واحد بيتنحنح داخل الحمام. انا عايز اسال سؤال، انتوا ازاي تخشوا على الناس الشرفاء هكذا؟ ما انا معايا كارت السبير وخلاص بقى، احنا بقينا اهل. ماذا تريد؟ هتوحشنا والله يا مستر شونج. انا لماذا؟ ما انت هتسيب الاوتيل دلوقتي. من قال هذا الخبر الاسود؟ من غير ما تقول، احنا نقفل الاوتيل كله للتجديد، من الاخر كده مغلق للتحصينات. اسمها مغلق للتحصينات يا مغفل. بالنسبه لك انت تحصينات، انت لازم تسيب الاوتيل فورا. انا اسيب الاوتيل؟ الى اين اذهب؟ اذهب الى بلدك. عجيب امركم ايها المصريون، انتم تتلككون لي كي اطفش من الفندق، اليس كذلك؟ عرفت منين؟ وانا لن اطفش من الفندق. بطني تتفرتك. مالك يا مستر شونج؟ مستر شونج؟ ما تجيبلناش مصيبه هنا، بوس ايدك يا مستر شونج. الله، طريقه جميله يا فندم تعبر بيها عن اوجاعك. بص انا عايزك تهدى خالص وتحكي لي عن مشاكلك في الطفوله. سيدي انا لم يكن لي طفوله، أنا ولدت كبيراً. تحكي لي عن مشاكلك الرومانسية أثناء الشباب. ما هذا؟ أنا لم أطلب دكتوراً نفسانياً، أنا بطني تتمزق، من الواضح أني صممت في هذا الفندق. جيت لي في ملعبي يا فندم. إيد حضرتك؟ ها؟ ماذا تفعل يا سيدي؟ أترسم لي منكيراً؟ يا فندم بعمل كمادات لحضرتك عشان تهدى، على فكرة الجسم كله موصل لبعضه كده. أنا فهمت الفولة، أنت لست دكتوراً، انت فنطاس ميه. ما اسمحلكش. خزان ميه. ما اسمحلكش. كل من ما تخلينيش اصرف وشك. سيدي انت تسرب من بدري. بقولك ايه، انا عينيا ما راحتش في كليه الطب عشان واحد زيك يجي يغلط فيا، حتى لو صيني. ولا انت شكلك غريب يلا. تركتك كده غريبه، وشك عربي على شعر هندي على لبس صيني، انت مش صيني قط. انتم قتلتموني في هذا الفندق وسأبلغ عنكم البوليس. أنا ما بتركش حاجة. أنت لست دكتوراً، أنت ساعي بريد. يا عدوان. بسم الله ما شاء الله فارس، البدلة هتاكل منك حتة، قصة الشنطة دي شغل جامد. يا عم لو نسمة شافتها هتقول لي كنت لابسها لمين قبل كده؟ حرام عليك بقى ما تظلمهاش، البت ربنا هداها ومها معقلاها. هو المأذون فين يا جماعة؟ فارس نسمة أمرت إن هو يستحمى بالكلور قبل كده، هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ كلور؟ ده كده يا ابني هيبوش ويبيض. خلاص مش وقت، بس جاي جاي جاي. اللهم صل على النبي. هوبا. ايه القمر ده؟ ايه القمر ده؟
القمر ده. مبروك يا عرسان يا احلى عرسان. حبيبتي 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 ياتي ياتي ياتي. ايه القمر ده؟ انت مستحميه بكلور زي المأذون؟ اكيد المأذون. بس انت شفت ايده؟ مالها؟ بص هفهمك حاجه. شايف فاكر لما قلت لك ايدك الله حلوه ومقصوصه ومدوره؟ ايده مقرقطه بياكلها زي الفريم. وبعدين انا وانت هنحط ايدينا في ايدين بعض والمأذون هيحط ايده. ينفع ايده تبقى مش نظيفه؟ لا لا بسم الله ما شاء الله عقله قوي. صح حبيبتي. ايش يا فندم؟ كل حاجه تحت السيطره. في حضرتك معاكي اتنين شهود، انا ومستر غلاب. انا شاهد اول، مستر غلاب شاهد تاني. ايه ده؟ ايه يا ادهم؟ انا شاهد اول عيب. مستر غلاب ما تصغرش نفوخك بقى، حضرتك كل مره بتبقى شاهد اول. الجوازه ما بتتمش، سيبنا جرب. لا اذا كان كده انا عايز الجوازه تتم. اتفضل. ويا فندم انا بطاقتي موجوده اهي يا فندم. اتفضلي حضرتك. برافو عليك، بقيت عارفني. ايوه. ايه ده بس انا شاكه انها مزوره، هي دي حقيقيه؟ عامل حساب يا فندم، حضرتك دي شهاده ميلادي فيها اسمي، اسم اللي جابوني وعليها ختم النسر. برافو. برافو الاثنين متطابقين. برافو برافو يا فندم. جدا ما الجوازه دي هتتم، يعني هتتم ان شاء الله. ان شاء الله. مبروك. استنى وريها ايديك اهو. اه بصي بصي بصي. برافو برافو. كلور وريك ومديها مديها. برافو عليك. سو براود. ثانك يو. السلام عليكم. عليكم السلام. حسن باشا، واضح ان انا جيت في مناسبه ساره. ساره جدا يا فندم. مبروك. انا جات لي اخبارين ان في سايح هنا حد اعتدى عليه وجات له ازمه قلبيه. ايوه يا فندم، انا ما سبتوش، دخلت عليه فورا، مسكت رجله قعدت ادعك فيها ادعك فيها ادعك فيها، خليتها زي القشطه. طب تعمل له مذاكير ومناكير يا فندم. يا فندم دي اسعافات اوليه. ده في الدقهليه. ادهم. نعم يا فندم. تعرف ايه عن الراجل ده؟ في الدقهليه. ايه غربيه؟ اسمع ليا، شوف حضرتك المحافظه اللي انت عايزها وانا حمضي. اه مستر غلاب. يا فندم تعرف ايه عن الراجل ده؟ الله يبارك فيك يا فندم، ميرسي جدا. سعيد يا بيلمن. ايوه حسن باشا. يا ترى وصلت الراجل ده اوضته؟ انا لا شفته ولا اعرفه ولا عمري وصلته يا باشا. انا استقلت من يومين، انا جاي ابارك وهني. ربنا يتم بخير يا مستر فارس. حبيبي الله يبارك فيك. الله يخليك. استقاله سعيده صح. يلا بقى ما اشوفش خليتك تاني. ربنا يتم بخير. السلام عليكم. لو سمحت لو سمحت. ايه حضرتك ما سالتنيش؟ شوف يا ابني، انت حتى لو تعرف حاجه انا مش عايز اعرفها منك. انا ما اعرفش بس اسالني بقى. هايدها ضد مجهول، مالكش دعوه. طيب يا جماعه انا اسف جدا ان انا عطلتكم. انجوي اللي تعملوه وويلكم تو غردقه. ثانك يو. بعد اذن حضرتك. ايه مستر فارس؟ انا نسمه. نسمه يا فندم دي خطيبتي. على فكره هي موسوسه شويه، شاكه ان انت ظابط اصلا. يا فندم انا متاكد هي اللي شاكه. انا مش شاكه على فكره، انا بنده لحضرتك عشان اسال حضرتك اسمك ايه، عشان وانا بكلمك اعرف انا بوجه كلامي لمين. حسن الضابط. حسن زي شاطر حسن. انا عارفه بالظبط مين اللي قام بالاعتداء على الراجل الصيني. نسمه كفايه اسكتي، هتعدي الليله بقى، ما يصحش اللي بتعمليه ده. في ماما بتكلميني كده ليه قدام الضابط يا ماما؟ كفايه. ام نوت جونا شات اب. اي سو وات هابن. شو اللي كيلد مان؟ مام انف انف. دونت توك تو مي لايك ذس ان فرونت اوف بيبل. ذا مان از جونا داي. اي هاف تو كفايه. شوف مني يا مامي. ما بس بقى يا ستات، خلينا نفهم بقى هي بتقول ايه. شكرا كابتني على طول، مش بتخليني اقول اللي انا عايزاه. اكتر من كده عايزه ايه تاني؟ وبعدين ما بقول لك ايه يا فندم. قولي عينيكي كلها حزن، اتكلمي، القانون يحميك. شكرا. انا شفت جريمه مكتمله الاركان. مكتمله الاركان؟ ايوه. لا هقول يا مامي. قولي كل اللي عندك. اوكي دي جريمه مكتمله الاركان. مكتمله الاركان؟ ايوه. انا عارفه بالظبط مين اللي قام بالاعتداء الجسدي على الراجل الصيني. معلش ممكن توضحي؟ ايوه يعني ضربه في قلبه بالبوكس كده. ضربه في قلبه؟ ايوه. لا القانون يحميك، انا في ظهرك. شكرا. قولي يا نسمة. هو ده مستر غلاب؟ ايه ده؟ لا مش انا. لا مش ده، فارس. اتفضلي. الشاي. ايه ده ايه ده؟ شكله مشروب منه كده ومدلدق من كل حته، شيله لو سمحت. مش عاجبك ما تشربيهوش، والزبون على باطل. حلو كده؟ ايه اللي حلو كده؟ ايه ده ايه ده؟ استنى انا بكلمك.
هو ماله بيكلمني كده ليه؟ عشان سجنتي المدير بتاعهم. مالي هو اللي سجن نفسه؟ في حد في الدنيا يبلغ البوليس عن خطيبه؟ الحمد لله، الحمد لله اني اكتشفته قبل ما اتجوزه. ربنا ينتقم مني، فارس خد 4 ايام ازمه التحقيق. طب ما هو ده العادي على فكره. انت معجونه من ميه ايه؟ انت عارفه ان وسوستك دي هتضيع مستقبله؟ قريب قوي هتشكريني عشان انا رحمتكم منه. قريب قوي براءته هتبان. على فكره فارس عمره ما يكون قتل. لا يمكن. في جريمه قتل؟ مفيش جريمه قتل اصلا. انت جننتيني. يا مالها محموقه كده ليه؟ ايه ايه الشخصيه الغريبه دي؟ عرفت من المحامي انها بتحبه يا خايبه. اه انا اصلا كنت شاكه فيها من الاول. شيخه انت شاكه في كل حاجه اصلا. ايه يا مامي في ايه؟ انت كمان مالك محموقه كده ليه؟ مش فاهمه هما متضايقين مني ليه؟ انا اصلا ما عملتش حاجه. ادهم. نعم. نعم اسمها افندم حضرتك. افندم حضرتك. تعمل تشيك اوت لما اخلص اللي في ايدي. افندم حضرتك ايه الطريقه دي دلوقتي؟ حاضر. طبعا انت عملتي عمتك وهربانه. حسبي الله. حسبي الله؟ وانت بتحاسبن عليا ولا ايه؟ لا يا فندم انا بحاسبن على واحد صاحبي اسمه فخري. اصل فخري ده ظالم ومفتري وبيرمي بلاء على الناس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا فخري. فيك انت وفخري ان شاء الله. بجد يا فندم كانت اقامه سعيده ونورتينا واحنا يعني بنعيط ان حضرتك ماشيه والله. اتفضلي يا فندم حضرتك ادي حساب الاوضه اللي بندفعه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه يا مامي انا بابخي توسي شوز لا. ايه ده؟ ايه؟ سوري انت تشوفارتالي في فرنسي. انت اول انجلش اول ذا تايم. الحاجات دي كومبليمون المفروض تبقى على حساب مستر فارس. احنا ما خدناهاش. سي بابخي مستر فارس حضرتك سجنتيه يعني انت اللي تدفعي. مش انا اللي سجنته على فكره الظابط اللي سجنه. وبعدين هنا في 8 مانجا انا مش بشرب مانجا. انت هتدفعي المانجا؟ انا هتدفعي المانجا. لا مش هدفع المانجا لان انت كنت واقف لما طلبت المانجا واسمه ايه ده كان بيشرب منها ورجعناها وخدنا كام. بصي بقى تبطلي شك وتدفعي بقى كام والله العظيم هحبسك. انا عامل احترام للهانم. يا بقى كفايه بقى. انت ايه مش بتهدي؟ خد يا ابني خد الحساب الكريدت كارد اهو. شيل المانجا من حسابه وما تدفعش حاجه. ماما لما تتكلم الصغيرين يسكتوا. كفايه بوظت لنا الاجازه. عايزه ايه تاني؟ ايه ده؟ رد ده ولا ايه؟ لا النيابه افرجت عني قالوا اني بلغ كايدي. الحمد لله على سلامتك. شكرا. الحمد لله على السلامه. على فكره مش انا اللي سجنتك، الظابط هو اللي سجنك. لان هو لما سالني ايه اللي حصل كان لازم ارد بكل صراحه واقول ايه اللي حصل بالظبط. نعم يا اختي. اهم حاجه الصراحه يا مستر فارس. وبعد اذنك طبعا انا عايز اقول الصراحه. الورقه اللي حضرتك مسكتيها بعديه انا كنت طبعا ماسكها بايدي. وللصراحه انا ما غسلتش ايدي، كنت واكل كسيخ ورنجه. القرف ده. ايه ده ادهم انت اديتها الورقه اللي كانت معايا في الحمام؟ في الحمام؟ ايه ده مستر فارس ده في براغيث من الحجز باين. لا 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 سيبوا كله. يلا يا ماما الكريدت كارد. طبعا يا فندم يا فندم. اتفضل يا فندم اتفضل يا فندم. سوري يا ماما واكل بصل. نورتونا. سيبك انت متبهدل مش متبهدل الشيك شيك طبعا. ادهم يبقى روح لدكتور عيون.